سلام عليكم، واهلا وسهلا بكم عشاق الكره المصريه وعشاق برازيل الكره المصريه ومتابعي ومحبي قناه الكره مع الحريق. في الوقت الذي يمر فيه اسماعيلي بازمات غير مسبقه تتصارع الاحداث داخل النادي في محاولات لانقاذ القلعه الصفراء من شبح العقوبات والمشاكل الماليه. الجماهير تنتظر بقلق ما ستؤول اليه الاجتماعات المكثفه لفك القيد وحسم مصير نجوم الفريق، بينما يواصل الاسماعيلي تحدياته امام تاثير السوشيال ميديا مما يحدث من ضغوطات على مسؤول الاسماعيلي وضغوطات عن ما يحدث في الموسم الجديد. قبل ما نخش في هذه الحلقه وقبل ما نتكلم في اي حاجه بشترط منك كثير يا صديقي، فضلا وليس امرا، لانضمامك لكتيبه الكره مع الحريف لتكون واحد من الحريف التي تساند كيان درويش مصر درويش العرب عن طريق هذه القناه قناتك قناه الكره مع الحريف، فلا بد من الاشتراك واللايك والسبسكرايب وانضم سريعا. ولو اول مره تشوفنا وشرف لينا وجودك لكتيبه الكره مع الحريف لتكون واحد من الحريف. وقبل ما نقول نصلي على رسوله وعلى اله وصحبه وسلم وننطلق في حلقه هي الان مع ما يحدث في الكره المصريه والعربيه والعالميه من اخبار واحصائيات وتفاصيل وعما يحدث داخل جدران النادي. طبعا قبل اي حاجه وقبل ما نتكلم في اي حاجه، شكر خاص لكل متابعين القناه على التفاعل وعلى التعليقات وعلى كل حاجه بتعملوها. حبك للكلام بيبان من تعليقاتكم من كلامكم من تفاعلكم مع القناه. في ناس كبيره بتشوف القناه دي، في ناس من داخل جدران الاسماعيلي بتشوف تعليقاتكم وبتشوف كلامكم. تعالى بقى عشان نخش في اخبارنا عشان نتكلم عشان ما اطولش عليك، عشان النهارده عايزين اول حاجه وقبل اي شيء مبروك لنادي بيراميدز، النادي اللي بقاله فتره عامل طفره ولكن ملوش حظ ان هو ينهي كما يريد ان ينهي. مبروك لحصوله على بطوله كاس مصر، يستاهل يستاهل، اجتهد، اسكواد عالي، جايب صفقات عاليه، ناس بتشتغل بتشتغل بضمير واخلاص من اجل ناديها. فبتقدر ازاي تدافع عن فبتعرف ازاي تدافع عن ناديها، بتعرف ازاي تدافع عن لعبتها، بتعرف ازاي تدافع عن البطولات اللي هي بتبحث عنها. فمبروك لبيراميدز ومجلس اداره نادي بيراميدز، ومبروك لكل المنظومه الخاصه بنادي بيراميدز، مبروك كاس مصر. نتمنى ان انتوا تفضلوا بنجاحات، مش بطوله وانتهت، نتمنى ان انتوا تفضلوا بتالق. طبعا تعالى بقى عشان نخش على ناديها الحبيب واخبار ناديها الحبيب، ولكن كان لازم نقول لهم مبروك على ما فعلوه من بطوله هامه لبيراميدز واول بطوله للنادي. بعد جلسة مطولة بين أعضاء مجلس إدارة النادي الإسماعيلي قرر كالآتي. إمبارح مجلس إدارة النادي الإسماعيلي هو مجتمع بقاله 3 4 أيام ورا بعض. تمام؟ طبعًا في تضارب بين مجلس إدارة النادي الإسماعيلي. في ناس مع بيع وفي ناس مع رفض. في ناس مع اللعيبة دي قوام الفريق الأساسي، وأيضًا عشان تبقى أنت فاهم الجمعية العمومية نفس الموضوع. في ناس مع وفي ناس ضد. في ناس رابضة وفي ناس مش رابضة، ففي مشكلة. تمام؟ ولكن رسميا عبد الرحمن مجدي إلى بيراميدز مقابل 40 مليون. خد الكلام بقى من أخوك الحريف في النهائي. وأنا بقول لك الساعي طريقه مفتوح أمام الأهلي. لأن رغبة اللاعب أقوى من مجلس إدارة الإسماعيلي في ظل عدم وجود سيولة كافية في النادي الإسماعيلي لسداد وفتح القيد ووجود صفقات. فأنت عشان تحط حاجة فأنت لازم الكفة تبقى متوازنة. نتكلم بوضوح، إحنا مش مفيش مصلحة لينا غير مصلحة الكيان أولاً وأخيراً. ولكن ما يطلعش بعض القنوات اللي بتتكلم عن الإسماعيلي اللي مش عارفة حاجة عن كرة القدم تيجي تقول لي الساعي عمر الساعي للأهلي ب 70 مليون، ده هو مش عايز يدفع في الاسماعيلي، يدفع الاسماعيلي 45 مليون، هيدفع له 70 مليون، انت بتتكلم ازاي؟ عم بتتكلم على هواك؟ احنا بنتكلم كوره، فعشان تتكلم كوره ونتكلم بوضوح والدنيا تبقى واضحه للناس، عبد الرحمن مجدي رسميا الى بيراميدز مقابل 40 مليون. تمام؟ لان اللاعب قال لك انتوا اتفقتوا معايا من السنه اللي فاتت ان انتوا ان انا هرحل، انتوا اتفقتوا معايا السنه اللي فاتت ان انا هرحل الموسم القادم. تمام؟ أنا متنازل عن كل مستحقاتي للنادي، ولكن اديني المساحة إن أنا ألعب بأفريقيا، ألعب كونفدرالية، ألعب 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 ألعب. ده بالنسبة لعبد الرحمن مجدي. بالنسبة للساعي برضه، الساعي رغبته الأهلي. بيدور بقى إن هو يعمل له باريسين الدنيا والاحتراف والكلام اللي غاسلين بيه دماغ لاعبي الإسماعيلي.
تمام. ده بالنسبة للجلسة أو أعضاء مجلس الإدارة. طبعا انتهى عمل لجنة الكرة برئاسة كابتن علاء أبو جريشة والكابتن عماد سليمان في انتظار مسؤول الإسماعيلي لتجديد عملهم العام القادم أم لأم الرحيل. طبعا كده خلاص هم انتهى شغل الكابتن علاء أبو جريشة والكابتن عماد سليمان، ولكن أنا متأكد بنسبة 100% إن الباشمهندس نصر أبو الحسن ومسؤولي مجلس إدارة الإسماعيلي يقول لك أنت رايح فين يا عم؟ أنت عادك مكمل مدى الحياة معانا، فأنت ما تمشيش، أنت واحد من اساطير النادي، فما ينفعش انت تمشي، احنا كلنا نمشي وانت اللي هتقعد. ده بالنسبه ل ما يحدث داخل جدران النادي الاسماعيلي، تصريح واحصائيات مباشره وبنسبه 100% اللي انا بقوله لك، تمام؟ وحاصر. الكلام اللي انا بقوله لك ده حاصر والله، مش هتلاقيه عند حد، اسمع مني. عشان كده بقول لك ايه؟ اشتراك ولايك سبسكرايب وانضم لكتيبه الكوره مع حريم، عشان انا عارف ان انت حريم زي الحريم. انت برضه حريف زي انا عارف ومتاكد. تعالى بقى عشان نخش في ايهاب جلال حط الشروط. ايهاب جلال هيقعد اليومين الجايين مع مجلس اداره الاسماعيلي عشان ننهي الجدل وعشان السوشيال ميديا وعشان الكلام الفاضي. طبعا كابتن ايهاب جلال لاستمراره في قياده الاسماعيلي حاطط شروط. واحد، فك القيد. اثنين، صفقات جديدة عن طريق الكابتن إيهاب جلال، يعني هو اللي يختار الصفقات بعناية، تمام؟ عدم التدخل من أي شخص في عمل الجهاز الفني بالإسماعيلي، من مجلس إدارة، من أي حد يخص، من الآخر أي حد داخل النادي ما يخصوش ماذا يفعل مسؤول ما يفعل الكابتن إيهاب جلال والجهاز الفني للنادي الإسماعيلي. دي طلبات كابتن ايهاب جلال اللي هو حاططها مبدئيا. وانا قلت لك وارجع على حلقاتي لو انت مش متابع، في 9 صفقات الكابتن ايهاب جلال حاططهم في ورق، تمام؟ مع تدعيم شباب الاسماعيلي، شباب الاسماعيلي عشان برضو الدنيا تبقى واضحه وتقول الحريف ما قالش، لا الحريف بيقول لك اهو الجاي افضل، الجاي افضل، اسمع مني، تمام؟ شباب الاسماعيلي اللي مش هيكون متواجد مع الكابتن ايهاب جلال لهذا العام هيطلع اعاره، حتى لو اعاره مجانيه ولكن سيكون اعاره على ان يعود الموسم القادم للاسماعيلي، تمام؟ هيطلع اعاره لان كل اللعيبه دي معظمها ماضي عقود احترافيه، فعش معنى ان هو ماضي عقد احترافي ان هو ما يقدرش يمضي لاي نادي وما يقدرش ان هو يروح في اي حته غير الرجوع لمجلس اداره النادي الاسماعيلي ومسؤولي الاسماعيلي. من الاخر كده، عقد احترافي ده بيكون مدته طويله، تمام؟ ده بالنسبه لمتطلبات الكابتن ايهاب جلال وبالنسبه للعيبه اللي هتكون مش متواجده من شباب الاسماعيلي، ولكن في اكتر من لاعب، في حدود 10 لعيبه اللي انا عديتهم او متواجدين مع الكابتن ايهاب جلال في الموسم القادم، في حدود 10 لعيبه، تمام؟ حتى الان لن يباع اي لاعب رسمي في الاسماعيلي عشان ما نقولش مروان، نادر، عباس، اللعيبه دي كلها مسافر عشان نبقى واضحين مع بعض، معظم لعيبه الاسماعيلي مش موجودين، كله ده في اجازات. هيرجعوا يوم 15/9، 15 مارس، 15 ديسمبر، اسف، 15 ديسمبر. ده بالنسبه للعيبه، وبالنسبه لل 15/9 عوده لعيبه الاسماعيلي للتدريب الجماعي. استنى بقى الموسم الجديد والتظبيط والكلام ده، احمد الشيخ راجع، تمام؟ مفيش اي مشكله، خلاص بيتاهل وراجع، تمام؟ ده بالنسبه لي. بالنسبه للصفقات انا كلمتك امبارح على اكتر من صفقه وقلت لك عشان الناس اللي بتتكلم، لو انتوا مش عايشين معانا فانا بقول لك انا عايش مع الناس دي جوه الكيان. وقلت لك امبارح خد بالك من الكلام كويس اللي انا بقوله عشان في ناس بتفهم الكلام على هواها. انا بقول لك في تواصل مع اللعيبه دي. ما قلتش اللعيب مضى، انا ما قلتش اللعيب مضى، انا بقول لك في تواصل مع اكتر من لاعب من المحترفين من 3 انديه الهابطين للمحترفين لدوري المحترفين، البلديه والمقاولين والداخليه. وقلت لك الشروط المحطوطه، تمام؟ في اكتر من لاعب افريقي، في 2 لعيبه افارقه موجودين حاليا تحت الاختبار،
هتقول لي ما الفريق ما بيتدربش، اقول لك هما موجودين في فندق الاقامه على ان يكونوا متواجدين كل الفتره دي، هما متواجدين قاعدين واكلين شاربين، ولكن بعد عوده الفريق هيكون تحت اختبار تحت الكابتن ايهاب جلال لمده اسبوعين. قال امين هيجي هيمضي، ما قالوش امين مش هيمضي، في اكتر من لاعب جايين فري. هكلمك في الكلام ده كله في وقته، لان في حاجات ما ينفعش نتكلم فيها دلوقتي عشان هتبوظ الدنيا لو اتكلمت فيها، ولكن في صفقات جيده جايه ان شاء الله. ولكن مشكلتنا دلوقتي في فك القيد، وان مفيش سيوله لفك القيد وسيوله للتعاقدات، ولكن هفهمك الدنيا فيها ايه واحده واحده. طبعا بالنسبه لنادي النجوم، نادي النجوم يطالب اتحاد الكره المصري بمنع ترخيص الاسماعيلي للمشاركه بدوري الموسم الجديد الطويلة. ونادي النجوم بعت لاتحاد الكورة قال له أنا ليا فلوس عند النادي الإسماعيلي، فإزاي أنت هتديله ترخيص بالموسم الجديد؟ لأن دلوقتي نظام ترخيص للنادي عشان يلعب في الموسم القادم زي شغل الاحترافيين كده، بس يا رب يكون احترافيين شامل، يعني اتحاد الكورة يبقى احترافي زي ما أنت بتعمل احترافي كده، وأنت كمان احترافي كتفكير، تمام؟ فازاي تديه ترخيص وانا ليا عنده فلوس وهو ما ادانيش؟ ده الفيفا بتقول ان هو ما يقدرش ياخد ترخيص بدون الرجوع ل او تسديد الغرامات الماليه اللي عليه. ففي كلام، في حلول، في كلام هيحصل يومين الجايين مع الطويله ومع نادي النجوم لحل ازمات الترخيص والكلام ده، ولكن الطويله بيتكلم وبينزل على ما فيش، خد الكلام ده منه. تمام؟ طبعا بالنسبه ل القبض على رئيس نادي الاسماعيلي الاسبق في الشيخ زايد الباشمهندس يحيى الكومي، اللي طبعا جرقنا، شوف يا اخي دعاوي دعاوي جمهور الاسماعيلي، لما جمهور الاسماعيلي بيقلق على حد بيجيب اجر، ده بالنسبه للكومي يعني سبحانك يا رب كما تدين تدان، انت وقعتنا في كارثه وقعت كتله من القضايا عليك. فطبعا اتقبض عليه امبارح وكما تدين تدان الايام دي ولا ماشي. ده بالنسبه ليحيى الكومي والقبض على رئيس نادي الاسماعيلي الاسبق الباشمهندس يحيى الكومي. طبعا رسميا اداره الاسماعيلي ترفض عرض مودرن سبورت او مودرن فيوتشر لشراء مروان حمدي، بعتوا عرض لشراء مروان حمدي، نادي الاسماعيلي رفض هذا العرض. والساعي وعبد الرحمن، يعني الاسماعيلي السنه دي مش ناوي يبيع حد. طب هنجيب منين فلوس يا حبيب عشان نفك القيد؟ جاي لك بالكلام واقول لك على الحلول، ومنتظر برضك حلولك في التعويض، لان حلولي وحلولك في ناس بتشوفها يمكن ربنا يكرمنا وتفيد. فاحنا كلنا هنا من اجل كيان واحد، كلنا بنحب مكان واحد، عشان كده عايزك كلنا نكبر، القناه تكبر، والاسماعيلي طول ما هو كبير فاحنا كلنا بنكبر جنبه. تمام؟ طبعا بعد ربط بيع الثلاثي فالاسماعيلي بيدور على حلول، فكلمك في كل ده. طبعا اقبال ضعيف على الجمعيه العموميه في الاسماعيلي بحديقه رضا طبعا على اسقاط عضويه احمد فهيم. طبعا انا مشكله احمد فهيم انا وصلت للمعلومه من ناس داخل مجلس الاداره وناس يعني كلمتها سيب. طبعا هي مشكلة كبيرة طبعا، ومشكلة فلوس واخد فلوس، موضوع كبير قوي كده، بس هكلمك فيه بس مش وقت، خليه في وقت يكون معناش اخبار كتير اكلمك في الموضوع، لان عندي خبر تاني او عندي شوية اخبار تانية مهمة جدا تهمك. طبعا تواصل الكابتن علي ابو جريشة وكابتن عماد سليمان مع مسؤولي طلاع الجيش لمعرفة متطلبات نادي طلاع الجيش في حالة ضم عمر رضوان. هنعوزه كام؟ ايه المقابل المادي لطالبينه لضم عمر رضوان؟ الاسماعيلي بيفكر في حارس مرمى، ان الكابتن ايهاب جلال قال لهم لابد من حارس مرمى، مش هينفع كمال السيد. فهم بيفكروا في حارس مرمى، عامر محمد عامر قلت لك في الصورة، وادي عمر رضوان في الصورة. في حد تاني في الصورة؟ في، ولكن كله برضه كلام شافه ومفيش توقعات، ولكن اول ما يجي لعيب او اعرف ان لعيب في السكه هطلع ورا، وعد مني هطلع ورا. تمام؟ عبد الناصر زيدان بقى، طبعا عبد الناصر زيدان انت عارف شويه زملكاوي وشويه اهلاوي وشويه مالوش
لود. فبيقول لك ايه، عمر السعيد لاعب الاسماعيلي لا يساوي اكثر من 15 مليون جنيه. مين قال لك كده؟ مين قال لك كده؟ وازاي انت مش عارف حاجه؟ عبد الناصر الزدان. عارفينه؟ عبد الناصر الزدان ابو حنجر. عبد الناصر انا هقول لك كلمتين، الساعه يسوى مليون جنيه واحنا عايزين فيه 100 مليون جنيه، بضاعتنا وحقنا نبيعها على هوانا، المانجا بتاعتنا واحنا عايزين نبيع على كيفنا، فاحنا نبيع المانجا بتاعتنا بالسعر اللي احنا عايزينه. هو انا بقول لك تمن الكرتونه 200 جنيه وانا هبيعها لك ب 1000 جنيه، عايز تشتريها عاجبك مش عاجبك خد بعضك والله سهل. ايه رايك كلمتك بشغل التجاره؟ صح؟ ده بالنسبة لعبد الناصر فاهمني؟ بس فانت 15 مليون شايف السعر 15 مليون عشان تديه للزمالك ولا الاهلي ولا ولا ولا؟ لا يا باشا، احنا اللاعب بتاعنا واحنا نبيعه على هوانا وعلى كيفنا، احنا حاطين فيه مليون، حاطين فيه مليون مين يدفع اكتر؟ هنعمل عليه مزاق براحتنا تمام؟ لسه معانا 4 سنين نلعب زي ما احنا عايزين، معانا الوقت متاح بس. ده بالنسبة لعبد الناصر الزين. طبعا جاي لك بقى في نقطة والأهم لكل عاشق ومحب الكلام، النادي الاجتماعي بالإسماعيلية وماذا يحدث في النادي الاجتماعي؟ وأين حق الإسماعيلي وجمهور الإسماعيلي في النادي الاجتماعي؟ أنا رحت عند النادي الاجتماعي وقلت آخد جولة حوالين النادي الاجتماعي. من ناحية دي فيلة محافظة الإسماعيلية. من ناحية دي كلها فلل ومكان راقي. والناحية دي حاجة جميلة قوي وباركينج وسوبر ماركتات مأكولة مهجورة مرمي فيها لا مؤاخذة زبالة، ومن الناحية دي مقلب زبالة عام والصور توضح. أنا مش جايب حاجة من عندي، ده المنظر العام، ده المنظر العام للنادي الإسماعيلي أو النادي الاجتماعي بالإسماعيلية. سلم النادي ولا منك ولا كفاية شرف. ما أنت لو أنت هتدي للإسماعيلي النادي الاجتماعي، فالنادي الاجتماعي هيدخل سيولة حلوة للإسماعيلي، من عطوية، من حمامات سباحة هتشتغل، من كافيتريات، من الكافيتريات اللي قدام النادي الاجتماعي هيبقى عليها مزادات، فالدنيا دي هتروق وهتبقى حاجة فخامة الفخامة، هتدخل موارد للنادي الإسماعيلي، وفي ناس مصلحتها إن ما يخشش موارد للنادي الإسماعيلي عشان ما يفوقش وما يجيبش صفقات ويلي ويلي ويلي، صح؟ ما يرضيش ربنا. اتمنى من مسؤولي مجلس الاسماعيلي، مجلس الاداره والبشمهندس نصر ابو الحسن وكل من ينتمي لهذا الكيان من مسؤولين يتوجهوا الى محافظ الاسماعيليه وحلول مشكله النادي الاجتماعي اللي في ناس من وزاره الشباب والرياضه تعمل حتى الان داخل النادي الاجتماعي وبتقبض شهريه من وزاره الشباب والرياضه وهي ما بتشتغلش، بتروح تمضي حضور وانصراف وباي باي باي باي. مش ده اللي بيحصل؟ ما اقدرش غير اقول حسبي الله ونعم الوكيل لكل واحد بيقف ضد النادي الاسماعيلي ومصلحه النادي الاسماعيلي. بس قبل ما نختم الحلقه سؤال لعاشق الكيان ومحبي النادي الاسماعيلي، في حاله البقاء على الساعي ومجدي برايك ما هو الحل لحل ازمات الماليه في الاسماعيلي من فك القيد والصفقات؟ انا منتظر تعليقك. انت برايك ايه الحلول اللي ممكن تنقذ الاسماعيلي من عدم بيع اللعيبه ودخول سيوله لحل فك القيد وصفقات تدعم الاسماعيلي في الموسم القادم؟ لو عندك حل يا ريت تكتب لي في الكومنت تحت او في التعليقات تحت عشان خاطر نتواصل مع بعض، عشان في ناس بتشوف التعليقات دي وعشان ربنا يكرمنا ونطلع من اللي احنا فيه، والاسماعيلي سيبقى اسماعيلي بوجودكم، بوجود رجاله، بوجود الناس اللي بتحبه وبتسنده. ده اللي انا عايزه، مش عايز اكتر من كده، تمام؟ وقبل ما نقفل الحلقه مش طالب منك غير لا تبخل، لان في ناس بتخش تشوف الحلقه وبتفضل معانا لاخر الحلقه وبخلانه ان هي تعمل اشتراك اللي هو اساسا من غير فلوس. انا ما طلبتش منك ان انت تعمل متابعه للقناه عن طريق مثلا اي حاجه خاصه بالفلوس، لا، اشتراك ولايك وسبسكرايب عشان تفضل مستمر معايا وعشان يوصل لك كل اخباري وعشان تكون واحد من ضمن عاشقي ومحب الكيان عن طريق قناه الكره مع الحريف، ويوصل صوتك زي ما بيوصل باقي صوت الحريف الموجودين على القناه.
اتمنى الكل يوصل معايا لاخر الحلقه. لا تنسى الدعم لك وحبك الحريف بالاشتراك واللايك والسبسكرايب لانضمامك لكلمة الكورة مع الحريف لتكون واحد من ضمن الحريف. واتمنى لكل يوم سعيد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.